والله الواحد مش عارف يبتدي الكلام ازاي يعني، اصل انا مكسوف جدا. لا يا حبيبي ما ينفعش، طب بالذات ما فيهوش كسوف ابدا. اهلا، النهارده ان شاء الله هناخد ريفيجن بسيط كده على السريع كده على ديزومتري، وطبعا الريفيجن دي هتلاقيها موجوده في كتاب الورك شيت. هنا بيقول لك ذا لونجست كورد ان ذا سيركل از كولد لونجست كورد، يبقى الراجل ده اكيد بيتكلم عن الايه الدايم. طب هنا بيقول لي ذا نمبر اوف اكسس اوف ذا سيمتري اوف سيمي سيركل، عارف انت السيمي سيركل اللي هو اللي نص البطيخ، ذا نمبر اوف اكسس اوف سيمتري هيكون هنا ب 1 بس، يبقى 1 اكس اوف ذا سيمتري. كان الله في العون يا دكتور، لسه مخلص عمليه طبعا. لا انا كنت بصلح السفون. طب هنا بيقول لك ذا راديوس لينز اوف ذا سيركل هو سنت 7 اند 4 اند باسز ثرو ذا بوينت 31 ايكوالز. هنا بقول لك انا عايز، هو جاب لك ده الفكره ديت اللي موجوده عندك في الايه في اللي هو القانون بتاعت الديستنس بتوين تو بوينتس. فدلوقتي احنا عشان نجيب اللينس اللي هيكون موجود ما بين التو بوينتس دولت، فكنا بنعمل ايه، بنعمل براكت وباور 2 ماينس وبلس وبرده براكت وباور 2 ماينس، فنجيب الفيرست نمبر مع الفيرست نمبر يبقى 7 ماينس 6، وده ال 4 مع نجيب سكوير روت 7 ماينس 3 4 4 باور 2 هيكون ايكوال 16، 4 ماينس 1 3 3 باور 2 هيكون ايكوال 9، تعمل على الكالكوليتر وتطلع لك 5 سم. هيكون بكام؟ five سم. طب هنا بيقول لي the area of the circle equals 9 by 9 pi، عايز الراديوس هيكون كام؟ طبعا هنا بيقول لك ان الاريا بيكون equals 9 pi، فانا عايز الراديوس. احنا هنا هنكتب قانون الاريا، الاريا بيقول لك ايه اصلا؟ الاريا بيقول لك باي ار سكوير، بتكون كام بقى؟ جايب لك الفاليو بتاعتها ب 9 pi. يبقى انا كتبت هنا كل اللي انا عملته هنا، كتبت الرول بتاعت الايه الاريا اوف ذا سيركل باي ار سكوير equals 9 pi. طب بعد كده هنشيل باي مع الباي، بقى عندك هنا الار سكوير equals ايه؟ هقول انا تيكنج سكوير روت، فالاريا بتكون equals لكام؟ 3. مستر ايه يكون بوزيتيف اور نيجاتيف 3؟ لا احنا بنتكلم في الجيومتري فمالناش دعوه بالنيجاتيف، فالريديوس دي هتكون بكام؟ 3 سنتيمتر. وخلي بالك كان ممكن يجي يقول لك انا عايز الدايمتر، فهتكون الدبل هيكون 6. ده اللي انا اتعلمته من الثلاث سنين بتوع كليه الطب. طب هنا بقول لك السيركل وذ سيركمفرنس ايكوالز 8 باي، نفس السؤال اللي فات برضو بس هو جاب لك هنا السيركمفرنس، السيركمفرنس بيكون ايكوالز 2 باي ار، هتكون ايكوالز الفاليو اللي جايبها لي اللي هي 8 باي، هنكنسل باي مع باي، هيكون عندك هنا 2r equals 8، 2r equals 8 هنعمل ديفايد 2 وهنا برضه ديفايد، هنكنسل ونكنسل، فالريديوس هيطلع لك بكام؟ 4 سم، يبقى الريديوس هنا هيبقى سم. شكلك كارف فلس ومشفر وجاية كفتازين. A triangle has only one symmetry x، ده سؤال تراكمي. لنا كده هنشوف ايام سودة اسود من كده بكتير. وما دام قال لك تراينجل عنده 1 اكس اوف سيمتري، معنى كده التراينجل ده هيبقى ايسوسيلس، التراينجل ده هيكون ايسوسيلس، بقول لك ان اتس سايد لينس ايكوالز 10، تمام، بيكون ايه؟ 10 سنتيمتر، 5 سنتيمتر واكس سم، انا عايز اللينس بتاعت الثيرد سايد. بص بقى لما يجيب لك هنا ويقول لك ان التراينجل ده هيكون ايسوسيلس، لازم يكون عندك هنا 2 انجل او 2 سايدز هيكونوا ايكوال، صح ولا لا؟ هيكون ايكوال اللينس، تمام، يعني ممكن يكون الثيرد سايد ده يكون يا اما 10 يا اما ايه 5، فدايما بنختار مين؟ الجريتر هيكون ال 10، فدايما بنختار مين؟ ال 10، ليه بقى؟ عن ايه؟ لان ده كنا خدنا قبل كده الرول بتقول لك ان the sum of any two sides in the triangle بيكون sum بتاعته بيكون equals greater than the third side، يعني ايه؟ يعني مثلا احنا قلنا ده ب 10، تمام، هات كده اجمع كده اي two sides هنا دول مثلا مع بعض تطلع sum بتاعتهم تطلع لك 15، ال 15 ديت لازم يكون greater than the third side، وده فعلا موجود، وده فعلا موجود عندك كده، والنعمه قلت كده مثلا زي 3 و 4 و 5، تمام، اجمع كده 3 مع 4 يطلع لك 7، ال 7 greater than the 5، طب اجمع كده 4 مع 5 يطلع لك ب 9، ال 9 greater than the 3، طب اجمع 3 مع 5 equals the 8، ال 8 greater than the 4، يبقى انت كده تمام. طب هنا بيقول لك بقى ايه؟ تعال بيقول لك هنا ان الاي بي از اكورد ان ذا سيركل ام، تمام جدا، بيقول لك هنا في بريمندوكو، وعندك هنا الام اي السي دي ايكوالز 3 سم، السي دي ده بيكون ايكوال 3 سنتيمتر، تمام جدا. لا دي مش نكته بس مش مهم، انا عايز السرفيس اريا، السرفيس اريا من غير ما تعمل سبستيتيوتنج عن الباي، عشان اجيب السرفيس اريا بيكون ايكوالز باي ار سكوير، طب انا ما عنديش هنا الراديوس، انا ما عنديش هنا الراديوس، خلي بالك هنا ان الام سي بريبندكولا من اي بي، ودي هنا بالبوينت وفي الاي بي، فمعنى كده ان السي دي دي هتكون ميديان، والسي دي ديت بتكون ايكوالز الهاف الام اي، ما دام هنا ميديان يبقى السي دي هتكون ايكوالز الهاف، تمام كده تمام، يبقى معنى كده الام تطلع بكام؟ 6 سنتيمتر، ما هي السي دي دي ب 3 سنتيمتر. هو ده اللي انا عمال اقوله، ده اللي طلع ميتين ام اللي خلفوا ابويا جريل والنهار انا اتزهقت بقى انا. يبقى الام اي هتكون ايكوالز 6 سم، يبقى انا بقى عندي كده الراديوس هيكون ايكوالز ايه 6 سنتيمتر، يبقى الام اي ايكوالز 6 سنتيمتر اللي هو الراديوس اصلا. فنيجي بقى الاريا، الاريا بتكون بيقول لك هنا باي ار سكوير، هنسيب اللي هو باي اللي هو جايبها لي هنا اصلا، الار سكوير اللي هو الراديوس هتكون 6 باور 2، هتطلع في الاخر بكام؟ 36.
طب هنا بقول لك السيركل ام اوف ريديس لينث 13 سم. خلي بالك قال لك الريديس ب 13 سم والاي بي ديت ب 24. يعني هو بيقول لك الاي بي دي كلها على بعضها بكام؟ ب 24 سم. تمام جدا. وبعدين عايز اللينث بتاعت السي. انا عايز اللينث بتاعت مين؟ السي دي اللي هو الجزء. تمام جدا. هنعمل ايه؟ ايه يا معلم جميل، امال السبحه بتاعتك فين؟ ليه خير؟ هي عملت حاجه؟ اول حاجه احنا هنعمل كونستراكشن اللي هو مين؟ الام اللي هو الريديس اللي هو قال لي هنا اصلا في الاساس ب 13 سم. انت عندك هنا الام سي بربندكولار والاي بي صح؟ صح. وما دام هنا بربندكولار يبقى السي ديت هتكون ميد بوينت في الاي بي. تمام جدا. هو جايب لي الاي بي كلها على بعضها ب 24 سنتيمتر، فهنجيب الهاب بتاعت مين؟ بتاعت الاي 24. هيطلع لك الاي سي ب 12 والسي برضه ما تعرفش تجيب الام سي اللينس بتاعت الام سي. بس ليه؟ عشان نقدر نجيب اللينس بتاعت السي دي. ازاي؟ هقول لك كمان شويه دلوقتي. فهنجيب اللينس في الام سي عن طريق البايسجرس سي. البايسجرس سيرم ادي الام سي. عشان نجيب اللينس في الام سي هنجيب هنا 13 باور 2 ماينس 12 باور، هيطلع لك في الاخر بكام؟ 5 سم. بقى عندي هنا الام سي دي بكام؟ 5 سنتيمتر. طب انا عندي هنا الام دي ده يعتبر ايه؟ راديوس. الام دي ده يعتبر ايه؟ راديوس. صح ولا لا؟ صح. الام دي راديوس، اللينس بتاعتها بتطلع بكام؟ قال لك هنا ب 13. يبقى هنقول 13 ماينس ال 5 هيطلع لك بكام في الاخر؟ 8 سم. يبقى انا كده عرفت ان اللينس بتاعت السي دي بكام؟ ب 8 سم. تاني الجزء احنا طلعنا هنا اللينس في الام سي بكام؟ قلنا 5 سنتيمتر عن طريق بايسكل السي. وانا عندي هنا اصلا في الاساس الام دي ده يعتبر راديوس. الراديوس اللي هو اللينس جابهولي اصلا ب 13 سنتيمتر، ف 13 ماينس ال 5 اللي هو الجزء ده هيطلع لي ايه؟ الجزء ده هيطلع بكام؟ ب 8 سم. ندخل بقى في الايه في الجد. بيقول لك هنا ان الاي بي والاي والبي سي ار تو كوردز ان ذا سيركل ام، والراديوس بتاعت السيركل هتكون ايكوالز 5 سم. جاب لك هنا وقال لك في برمندوكولر والاكس. انا عايز الميجر انجل دي ام اكس. طلع لي هنا ميجر انجل دي ام اكس. طبعا السؤال ده انت عارف ازاي بقى؟ هقول لك ازاي. اول حاجه ان الاكس ميد بوينت في البي سي، فمعنى كده الام اكس برمندوكولر اون بي سي. يبقى انا اقول له اول حاجه هنا اقول له سينس الاكس از ميد بوينت في البي سي، اكتب له ديت، يبقى زين الام اكس هيكون بربندكولار مين؟ اون بي سي. يبقى زين ميجر انجل ام اكس بي تكون ايكوالز كام؟ 90 ديجري. تمام جدا. طب هنا برضو بيقول لي الام دي بربندكولار اون اي بي، فين دي؟ اهي. اقول له هنا برضو سينس ان الام دي بربندكولار اون اي بي هنستفاد ايه؟ يبقى زين ميجر انجل ام دي بي تكون ايكوالز كام؟ 90 ديجري. ودي بكام؟ ب 90 ديجري. يا رب تكون فاهم. تمام جدا. ودي برضو بكام؟ ب 90 ديجري. طب انت عندك بقى اللي هو الشكل بقى الاكس ام دي بي ده ايه؟ كوادراترال. اقول له سينس اكس ام دي بي از ان كوادراترال سم اوف اتس انتر انجل ايكوالز كام؟ 360. سم اوف اتس تيريور انجلز ايكوالز 360 ديجري. يبقى ميجر انجل ام يطلع لك بكام بقى؟ زين ميجر انجل ام اللي هو طالبها يعني اقول له هنا 360 ماينس 90 بلس 90 بلس 56 ديجري هيطلع لك بكام في الاخر؟ يعني هيطلع لك 100 ديجري. يبقى الميجر انجل ام ديت هتطلع لك بكام؟ 120 ديجري. تمام جدا. هنا بقى بيقول لك انا عايز اللينس بتاعت الدي اي هنا في السكند ريكوايرمنت. هنعمل هنا بقى كونستراكشن اللي هو ده، هنعمل بلون تاني كده، هنعمل كونستراكشن وخدناه كمان في تمرين اكسرسايز. انا عايز اللينس بتاعت الدي اي، هنعمل هنا كونستراكشن ام اي ده يعتبر ايه؟ راديوس. يبقى انا اقول له في كده اقول له دراون كده اقول له دراونج الام اي. تمام. وعندي هنا ده يعتبر راديوس اللي هو قال لي اصلا في الاساس الراديوس 5 سم. واقول له هنا الام دي بربندكولار للاي بي، الاي بي اصلا كان جايبها لي ب 8 سنتيمتر، عشان كده زي المساله اللي فاتت اقول له دي ميد بوينت في الاي بي، فدي هتطلع لي 4 سنتيمتر ودي برده تطلع لي 4 سم. تاني كده تاني كده اقول له هنا سينس ان الام دي بربندكولار للاي بي زين دي از ذا ميد بوينت، ما دام بربندكولار هيكون ميد بوينت في الاي بي، عشان كده اقول له كده ان الاي دي هتكون ايكوالز دي بي. الاي دي ايكوالز دي بي ايكوالز كام؟ 4 سنتيمتر. هتيجي تبص هتلاقي نفسك دخلت جوه ترانجل اي ام دي. هنستخدم بايسجرس سي. اقول له بقى الام دي ديت اقول له الام دي بتكون ايكوالز روت هنقول له 5 باور 2 ماينس 4 باور 2 هيطلع لك هنا بكام؟ ب 3 سم. يبقى انا كده بقى عندي هنا اللينس في الدي ام ام دي ب 3 سم. طب احنا اصلا عندنا ان الام اي اللي هو الريدس ده بكام اصلا؟ 5 سم. ب 5 سنتيمتر اقول له سنس ان الام اي ايكوالز 5 سنتيمتر. اي 5 سنتيمتر. والام دي اقول له 3 سنتيمتر. يبقى الدي اي هتكون ايكوالز 2 سم. يبقى الدي اي هتكون بكام؟ ب 2 سنتيمتر. وبس كده. يا رب تكون ايه فاهمين. نيجي بقى في المسائل اللي بعدها. قال لك هنا ان سيركل ام وهنا في بربندكولار وهنا بربندكولار وعايزك تعيشني كده يا باشا واثبت لي ان اكس واي هتكون بارل تو سي. الاكس واي بارل تو سي. تمام كده. اول حاجه هنا يعني بقول هنا ان الام اكس بربندكولار اون اي بي. تعرف نستفاد ايه؟ ان الاكس هتكون ميد بوينت في الاي بي ديت. اقول له كده زين ان الاكس از ذا ميد بوينت اوف الاي بي. نفس الكلام هنا برده الام واي بربندكولار اون اي اون اي سي. يبقى زين برده الواي ديت از ذا ميد بوينت اوف الاي سي. كون ميد بوينت مين؟ اوف الاي سي. ما دام الاكس ميد بوينت والواي ميد بوينت دي كانت سيرم اخذناها في بريب 1 هنستفاد ايه؟ ان الاكس واي هتكون بارل اس سي. يبقى زين الاكس واي هتكون بارل مين؟ تو بي سي التراين. ما دام دي ميد بوينت ودي ميد بوينت فده هيكون ايه؟ ده هيكون زي ما قلت لك الاكس واي هتكون بارل سي بي. بقول انا عايز ميجر انجل واي اكس. واي
اكس ام. يا سلام على اتش، يا سلام على اتش. انا بركز معايا بقى كده يا باشا، احنا مش قلنا هنا ان في بارادل؟ اه خلي بالك، بقول انا عايز واي اكس ام. واي اكس ام الصغيره دي، وعلشان برضو ايه يبقى الموضوع واضح، تعالى كده ناخدها في صفحه ثانيه ونكبرها بيه. ايوه كده 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 كده. احنا قلنا هنا ان الاكس واي بارل تو سي، معنى كده ميجر انجل بي لان هي هتكون ايكوالز ميجر انجل اي اكس واي ديت ايكوالز 70 باي كورسبوند. بنقول له سينس ان الاكس واي بارل تو سي بي، زين ميجر انجل بي equals the measure angle AXY equals 7 by by A corresponding. دي 70 دي برضه تطلع بكام؟ 7. بقول له سينس اصلا measure angle MXA دي 90. انت عندك ال MX دي كلها على بعض دي 90. ما هو MX بيرم ده measure angle MXA equals 90 degree. يبقى زين MXY تطلع بكام؟ measure angle MXY 90 minus 70 هيطلع لك بالاخر بكام؟ 20 degree. يبقى measure angle دي تطلع بكام؟ between 20 degree. وبس.